قضاو التلاميذ واللي قاموا فيها بسلسلة من التمارين. إذن سأنفو الدروس ديالنا إن شاء الله. إذن الحصة السابقة تعرفنا على ثنائي القطب R أليك. إذن هذه الحصة غنشتغلوا على واحد السلسلة من التمرينين بالنسبة لثنائي القطب ماذا؟ R L. ياس، شكون اللي قرا لنا التمرين؟ يلا اسماء. لتحديد معامل التحريض ال والمقاومه بوتيتير لوشيعة بي، ننجز الدارة الكهربائية المبينة في الشكل واحد والمكونة من الوشيعة بي. حسن، اسمح لي اولا رسمو تبيانة. خذ السجلة تاعكم رسمو التبيانة عندكم في الدفتر. يلا، اذا عندنا الدارة مكونة من مولد. شنو كنسميو هذا النوع من المولدات؟ مولد مؤمثل للتوتر. إذا نعاود نقرا شنو باغيين حنا من هذا التمرين؟ نحدوا ماذا؟ ال اللي هو معامل تحريض الوشيعة ومقاومة ماذا؟ الوشيعة. صافي، هذا هو الهدف من هذا التمرين. نحدوا مميزات ماذا؟ هذه الوشيعة المستعملة في هذه التبيانة التركيبية. زيدت. نغلق قاطع التيار عند الوحدة تيغال زيرو. حسن. أولا بتطبيق قانون إضافي التوترات. أثبت المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار إي خلال إقامة التيار الكهربائي في الدارة. حسن، إذن بتطبيق قانون إضافي التوترات أثبت المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار إي خلال إقامة التيار في الدارة. شكون يدير لنا سيدي هذا السؤال؟ يا عبد الرحيم. إذا ملي كنقرا أنا أثبت المعادلة التفاضلية التي تحقق شدة التيار، شنو معنى تخصيص القاع؟ علاقة رياضية كتجمع بين الدالة إي ومشتقاتها. فوالا، إذا حسب قانون حسن، إذا حسب قانون إضافية التوترات. حسن، اسمح لي يا أستاذ عبد الرحمن، ممكن هنا تمثل لنا التوترات؟ التوتر بين مربطي الموصل الأمي والتوتر بين مربطي، ولكن غلق الدارة الكهربائية. حسن، إذا في اصطلاح مستقبل فالتوتر بين مربطي الوشيعة دائما كيكون ماذا؟ عكس منحى التيار. نفس المسألة بالنسبة للموصل الأمي، فالموصل الأمي مستقبل، وبالتالي ف في اصطلاح مستقبل دائما التوتر بين مربطي الموصل الأمي يكون ماذا؟ عكس منحى التيار. حسن، إذا UR زائد UL تساوي ماذا؟ E. يعني التوتر بين مربطي الموصل الأمي زائد التوتر بين مربطي الوشيعة يساوي ماذا؟ E، اللي هو توتر ماذا؟ المولد. حسن، لا حسن، نمشيو نوضحوا لي زيطاب مزيان. صافي؟ فوالا، مع فوالا. شنو كتمثل اي ار؟ التوتر بين مربطي ماذا؟ الموصل الامي. حسب قانون اوم الموصل الامي ف اذا حسب قانون اوم لا حدد حسب قانون اوم للموصل الامي، لان كاين قانون اوم للمولد، كاين قانون اوم للمستقبل. اذا خصني نحدد إذن U R تساوي R في حاسب، وتعبير التوتر بين مربطي الوشيعة حاسب تساوي R زائد L مشتقة E بالنسبة ماذا؟ للزمن. حاسب، إذا نعوض في قانون إضافية التوترات. حسن، إذا للتبسيط ممكن نعمله بالشدة. حسن، إذا إغ زائد إغ زائد إل مشتقة ديال إي بالنسبة ماذا؟ للزمن تساوي إه. حسن، إذا شنو كتمثلنا هذه؟ المعادلة التفاضلية التي تحقق ماذا؟ شدة التيار.
صافي. اذا من الاحسن دائما شوشو معايا مازال ان شاء الله تشوفوها في الرياضيات، دائما المعادله التفاضليه كنسبقوا دائما الاشتقاق شي بحال ممكن. هذه نكتبوا على هذا الشكل ال مشتقه ديال اي بالنسبه للزمن زائد ار زائد ار اي تساوي ماذا؟ صافي. يلا خذوا السيدي جواب. يلا السؤال الثاني. السؤال الثاني غادي تلاحظوا فيه واحد المنحنى، وانا كما قلت الحصه السابقه فالمنحنيات مهمين بزاف خصني نعرف نخدم بهم. صافي كملي لنا اسماء الله غير باعتماد وسيط وسيط معلوماتي مناسب نحصل على المنحنى الممثل في الشكل اثنان تغيرات مشتقة اي بالنسبة للزمن يعني غادي نحاول ندير لكم هذا السؤال لان كما قلت المنحنيات راه مهمين بزاف. صافي اذا عندنا قلنا بواسطه وسيط معلوماتي مناسب مكننا اننا نخطوا هذا المنحنى يعني الرسمه المنحنى كيمثل المشتقه ديال اي بنسبه الزمن بداله ماذا؟ اي ياك اللي هو كان على الشكل التالي. غادي نحاول نقول لكم هنا اذا كيبدا من نقطه ذات الاحداثيات 0 12 صافي وعندنا هنا في الرسم واحد النقطة باينة للإحداثيات ديالها شحال سيدي هنا ثلاثة ماذا؟ ست ياك زيدت. شنو السؤال الأول؟ اكتب معادلة اكتب معادلة هذا المنحنى. إذا المنحنى اللي عندنا هنا كيمثل التغيرات مشتقة إي بالنسبة للزمن بدالة إي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مستقيم ياك لا يمر من اصل المعلم يعني داله ماذا؟ تالفيه. صافي حنا في الرياضيات لما كيكون عندنا سيدي مستقيم لا يمر من اصل المعلم شنو سيدي المعادله ديالو في الرياض؟ ايكغيك كتساوي ا اكس زائد بي. صافي ايكغيك كتساوي ا اكس زائد ماذا؟ بي. شنو كتمثل ا؟ المعامل موجه المنحنى او الميل المنحنى. واضح؟ اذا كما قلت انا الحصه السابقه في الرياضيات تنخدموا بايكغيك اكس ولكن هنا في الفيزياء كنبداو نعطيهم معاني بحال دابا هنا عندنا ايكغيك راه هي المشتقه ديال اي بالنسبه لماذا؟ للزمن و اكس تمثل هنا ب اي. صافي اذا ملي المنحنى عندنا عباره عن مستقيم لا يمر من اصل المعلم اذا المعادله ديالو غتكون سيدي الشكل يعني المعادله الرياضيه ديالو غتكون مشتقه ديال اي بالنسبه للزمن تساوي ا اي ماذا زائد بي. صافي إذا ما علي أنا الآن إلا نحدد هاد المعاملين اللي هما أ ماذا وبي. صافي إذا ما علينا إلا نحددهم باش نجاوبوا على السؤال ديالنا وهو تحديد ماذا معادلة هذا المنحنى أو هذا المستقيم. صافي يلا ندير عريضة تحديد أ. الحصة السابقة في الفقرة ديال تعيين تجريبي لمعامل تحريض واحد الواشية درنا هذا المعامل الموجه الاخر ياك. اذا تحديد ا نقطه تي رجع نكتب اذا بالنسبه للتحديد بي سهل شويه وهو دائما شو معايا بي هي نقطه تقاطع المنحنى ماذا مع محور الاراتب. كنعطي المثال هنا في هذه المعادله ديال المستقيم كنعطي الشده اي كتساوي صفر ياك. اذا الاشتقاق ديال اي بالنسبه للزمن لما اي كتساوي صفر حسب المعادله هي بي اف صفر صفر بي وحسب المنحنى لما كانت شده التيار صفر كانت المشتقه ديال اي بالنسبه للزمن شحال كتساوي 12 امبير سكوند موانز اذا هي 12 امبير سكوند ماذا موانز. صافي واضح هادشي؟ يلا كمل الناس من السؤال. اعتمادا على المنحنى بين ان ال ايكال 0.5 اونلي ثم حدد المقاومه بوشيتار للوشيعه. حاسن اذا اعتمادا على المنحنى بين ان ال
اللي هي معامل تحريض هذه الوشاعة كتساوي 0.5 هنري، ثم استنتج أو حدد قيمة ماذا؟ المقاومة، صافي؟ إذا واحد المسألة دائما ردوا لها البال الله يرحمكم، أسئلة دائما خصوصا في الفيزياء ولا في الرياضيات ولا حتى في العلوم الطبيعية دائما الأسئلة تتمهد لبعضيات، مادام أنا طلبوا مني ندير المعادلة ديال هذا المنحنى معناتها أن السؤال الآخر ما تكونش واحد القطيعة بيني وبين هذا السؤال، لا، فمعناتها أنا غادي نوظف هذا الشيء اللي توصلت ليه، صافي؟ إذا إضافة إلى غادي نوظف المعادلة التفاضلية، ياك؟ يلا شكون يدير الناس لهذا السؤال؟ عبد الرحيم؟ يلا نوض أسيدي. إذا توصلنا إلى معادلة المنحنى. ياك؟ اللي كيمثل المشتقة ديال إي بالنسبة للزمن بدلالة إي. إذا شنو كتكتب لنا السي عبد الرحيم؟ المعادلة التفاضلية. المعادلة التفاضلية اللي سبقنا توصلنا لها ياك؟ في السؤال الأول. اللي هي ال مشتقه ديال اي بالنسبه للزمن زائد ار زائد ار اي تساوي او. اذا اسمح لي اسمح لي سامح اسمح اسمع مولاي، عندنا المعادله التفاضليه اللي جاوبنا عليها في السؤال الاول. المعادله التفاضليه هي اللي كيبان لي فيها ال مشتقه ديال اي بالنسبه للزمن واي او الى اخره، غادي نحاول هذيك المعادله التفاضليه نكتب عليها هذه الصيغه هذه. شي تعلموا هذه الحوايج دائما، نحاول نكتب على الصيغه باش ندير تطابق ماذا بين العلاقتين. شي ومن ديك تطابق العلاقتين غيمكن لي نحدد ال وغيمكن لي نحدد ماذا ار. شي اذا عندنا عفوا اسمعي، عندنا المعادله التفاضليه ال مشتقه ديال اي بالنسبه للزمن زائد ار زائد ار اي تساوي او. اذا كما قلت من هذه المعادله التفاضليه غنبقى نديفلوبيها حتى نوصلها على هذه الشكل هذا، وفي الاخير ندير واحد التطابق بين ماذا؟ بين العلاقتين، لان هذا التطابق بين ما هو نظري، لان هذه المعادله التفاضليه جايه بطريقه نظريه، وهذه جايه بطريقه ماذا؟ تجريبيه. راه قلنا استعملنا واحد الوسيط معلوماتي الى اخره الى اخره باش حصلنا على ذاك المنحنى وحولنا شكل المنحنى الى علاقه ماذا؟ رياضيه. صافي؟ اذا المشتقه ديال اي بالنسبه للزمن، إذا الصديق ديالكم قسم كل شيء على ال حسن، حسن ال في حسن. إذا قلت لك نقدر نغير هذوك الأماكن ديال المياك باش نكتب على الشكل، يلا إذا كتب تحت منها المشتقة ديال إي بالنسبة للزمن تساوي ناقص R زائد R على L I زائد E على L. تخي بيان، سمينا سيديك العلاقة ماذا؟ اثنان. سمينا هذيك العلاقة الله يرحمك اثنان، وسمينا هذه العلاقة ماذا؟ واحد. شي لاحظتوا؟ إذا عفوا اسمح لي، إذا إلا درت واحد التطابق بين العلاقتين المشتقة ديال E بالنسبة للزمن هي عندنا، عندنا هنا واحد لو سين موا، اذا كنستنتج على ان اغ زائد اغ على ال هي 200 ياك، و او على ال هي شحال؟ 12. صافي واضحه؟ يلا يعني ممكن دير على شكل لامه ياك. ميتين حسن أو على ال تساوي ماذا؟ 12. إذا شنو بالترتيب اللي قال لي حدد ال ولا ار؟ ال. إذا نوظف هذه العلاقة الثانية. دابا عندنا القوة الكهرومحركة للمولد اللي هي شحال؟ 6، وبالتالي ممكن نستنتجوا ماذا؟ ال. لا اطرها وعاد دير التطبيق العددي، دائما كنقول لكم التطبيق الحرفي هو الاول عاد التطبيق العددي. اذا 6 على 12 تعطينا 0.5 الوحده الهونري. تري بيان، صافي. اجي دير انا اجي دير انا باش ما نضيقش سميتو. امسح هذاك الصف ماشي نحتاجه. ثم الآن ماذا نستنتج قيمة R؟ يلا دير استنتاج قيمة R.
النحاس. إذا قيمة إر غنستنتجوها منين؟ من العلاقة الأولى اللي هي إر مجموع المقاومتين على إر تساوي مدى 200. لا علاش غدير تطبيق عددي وانت مازال ما واه انت مازال ما درتيش إر بدلالة الأخرين؟ لا واه. إذا عندنا إر زائد إر تساوي 200 ال سي بيان ناقص ار كبير الطغالة بين ديك ار مزيان بين ديك ار كبيرة مزيان عبد الرحمن فوالا. إذا ال 0.5 في 200 هي 100 ناقص شحال عندنا مقاومة الموصل الأمي 90. إذا 100 ناقص 90 دير مباشرة مباشرة يلا ناقص 90 إذا شحال 10 أوم فوالا إر تساوي الطرة تري بيان فوالا سيب. إذا الهدف من هذا التمرين كان تحديد ماذا؟ معامل تحريض الوشيعة المستعملة في التركيب ومقاومة ديالها.